صباح الرياضة، صباح الصحة والجمال، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام في كل مكان. الدوري المصري، الأهلي والزمالك وبيراميدز، دوري أبطال إفريقيا، موعد بطولة دوري أبطال إفريقيا. إفريقيا ما بين الازدهار والانكماش، تركي آل الشيخ يظهر إلى الساحة مرة أخرى. كل دي أحداث هنتابعها، والأهم هو الدوري المصري اللي هنبدأ أخبارنا بيه النهاردة. أول خبر معانا النهاردة من أخبار الدوري المصري، وهو مقابلة النادي الأهلي أمام فريق النادي المصري، وتحديدا كانت يوم السبت في أول الأسبوع. الأهلي قدر إن هو يسيطر على أجواء اللقاء برغم إن هي مباراة جماهيرية من الطراز الأول، ولكن إصابات كتير، أحداث كتير، دوشة كتير حصلت في المباراة خلت النادي الأهلي يسيطر على الأجواء. تخيل إن الاستحواذ كان 61% للنادي الأهلي مقابل 31% للنادي المصري، 69 عفوا قصاد 31. النادي الأهلي قدر إن هو يسيطر على أجواء اللقاء بهدفين، هدفين أليو ديانج في الهدف الأول وحمدي فتحي في الهدف الثاني. عندنا من بعد يوم السبت أحداث كتير حصلت، انتظام كهربا في التدريبات لاستعدادا لعودته الرسمية للمباريات بعد الإيقاف. كهربا بدأ ينتظم في التدريبات، بدأ يشتغل على نفسه، بدأ يتدرب. حصل إيه مع كهربا لما انتظم في التدريبات؟ حصل مشادة مع أحمد الشناوي كابتن النادي الأهلي بسبب هزار تقيل شوية من كهربا لصالح جمعة. حاجة من هنا حاجة من هنا حصلت الدوشة، حصل مشادة، يعني حصلت من خلالها أكبر عقوبة في تاريخ الكرة المصرية اللي هي 1,000,000 جنيه. تخيل، ممكن مشادة خفيفة، هزار خفيف كلفتك 1,000,000 جنيه. مش بس كده، لا ده كمان كهربا بيتدرب دلوقتي منفرد، ومش عارفين يا ترى هل هيكون مستعد لأول، يعني بعد انتهاء إيقافه ولا لا. عندنا برضو في أحداث أخبار النادي الأهلي علشان نخلصها ورا بعدها الصفقات اللي هي حديث دلوقتي الساعة، هي الصفقات. النادي الأهلي دلوقتي عايز يدعم فريقه، بيبدأ بداية كده صفقة تقيلة شوية كده، صفقة أجنبية محترفة في نادي بيراميدز. أيوه، نادي بيراميدز، وهو إريك تراوري. إريك تراوري قدر النادي الأهلي إن هو يحصل على رغبة اللاعب، لأن اللاعب يتبقى ليه موسم واحد فقط، وبيراميدز عارف إن هو ممكن يستغنى عن اللاعب، ممكن يستغنى عنه مجانا، فقدر إن هو يسيطر على الأجواء. عندنا برضو في الصفقات محمد إبراهيم، بس كلمة بس أخيرة في إيريك تراوري، هو قدر إن هو يعني الأهلي ياخد الرغبة بتاعته، وبرضو بيراميدز أبدى موافقته، ويتبقى فقط التعامل المادي والاتفاق المادي الأخير. محمد إبراهيم وهو هيكون حديث الساعة في الفترة الجاية في الانتقالات، بعد ما راح نادي مصر المقصة وقدم يعني مستوى أكثر من رائع. محمد إبراهيم دلوقتي النادي الأهلي بدأ يتكلم مع وكيله، وفي المقابل بقى من بعيد كده بيدخل نادي بيراميدز في الصفقة برضه. فهل يا ترى هي في الأول وفي الآخر رغبة اللاعب هي اللي هتحسم الموقف؟ يا ترى هنشوف محمد إبراهيم بتيشيرت النادي الأهلي بعد ما شفناه بتيشيرت نادي الزمالك قبل كده؟ الصفقة الثالثة واللي معانا هي محمود البدراوي، مدافع نادي الإنتاج الحربي. محمود البدراوي يعني ممكن كده تفتكر ايه، يعني صفقة بعيدة شوية عن الملاعب، ولكن هي طلب ريني فايلر من لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي تحضير ملف كامل عن اللاعب. محمود البدراوي مدافع نادي الإنتاج الحربي، افتكروا الاسم ده كويس جدا، لأن فايلر ممكن في أوقات خفيفة جدا يعني يطلب التعاقد معاه رسمي. من أخبار النادي الأهلي سريعا نطير لأخبار نادي الزمالك اللي اخرها كان بالامس لسه، ومواجهه ثقيله جدا ومواجهه مهمه جدا بين الاهلي، بين عفوا الزمالك وبيراميدز في قمه الجوله 24 من البطوله. بيراميدز في المركز الثاني قبل المباراه، والزمالك في المركز الثالث، ولكن بعدد بنفس عدد النقاط. يعني ممكن ايه تقول كده في البدايه ان هي مباراه عاديه، ولكن هي كانت مباراه اكثر من ممتازه لي يعني صعوبة المركز الثاني، صعوبة المركز الثاني. قدر نادي الزمالك ان هو يعني يسيطر على اجواء اللقاء، او عفوا يسيطر على الثلاث نقاط. ليه يسيطر على الثلاث نقاط مش يسيطر على اللقاء؟ هقول لك ليه، وصراحة برضو اقول شابوه لمستر كارترون. تخيل ان نادي بيراميدز قدر ان هو يصنع فرص، 22 فرصة للوصول للمرمى، منها اربع فرص يعني صحيحة كده من لي على المرمى مباشرة، وصفر اهداف. بالمقابل بقى نادي الزمالك،
نادي الزمالك يعني 10 فرص فقط محاولة للوصول إلى المرمى، منهم 4 فرص محاولة للوصول إلى المرمى بنفس عدد فرص نادي بيراميدز، ولكن الاختلاف هنا إن الزمالك قدر إن هو يحرز هدفين. يبقى هنا عندنا مدرب بيعرف يقرأ المباريات بشكل كويس، وخصوصا المباريات التقيلة، فشابو مستر كارترون قدر إن هو يكسب الـ3 نقاط. وكده عندنا دلوقتي شكل الجدول العام للدوري. في المركز الأول النادي الأهلي برصيد 62 نقطة من أصل 23 مباراة، يتبقى له مباراة واحدة فقط، هتكون النهاردة. المباراة دي هتكون الساعة 8 مساء مع نادي وادي دجلة. في المركز الثاني يقع نادي الزمالك بعد تحقيق فوز غالي وثمين جدا على نادي بيراميدز برصيد 48 نقطة من أصل 24 مباراة. في المركز الثالث يقع نادي بيراميدز برصيد 45 نقطة من أصل 24 مباراة، وبنفس عدد المباريات يقع نادي المقاولون العرب في المركز الرابع برصيد 43 نقطة. الأحداث كتير وحاجات كتير جدا، بس عايزين نتكلم على صفقات نادي الزمالك. نادي الزمالك أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن إتمام 5 صفقات. 5 صفقات رفض ان هو يعلن عن اي صفقة فيهم. بدأنا كده نبحث ونشوف ايه هي الاسماء اللي مطروحة على الساحة. اول لاعب كان مطروح معانا على الساحة هو حمدي الهوني، لاعب نادي الترجي التونسي وطبعا صاحب الجنسية الليبية. وانا دلوقتي بقول لكم ان في تقارير كتير جدا بتقول ان هو خلاص في نادي الزمالك، ولكن دلوقتي نادي الترجي جدد تعاقده مع حمدي الهوني ل 2023، يبقى كده نستبعد اول لاعب. اللاعب الثاني اللي كان عليه كلام كتير جدا هو انيس البدري. انيس البدري كل اللي حصل عليه يعني تعاقد كده او عرض من وكيل اللاعب الى نادي الزمالك، ولسه ما فيش اي قرار، هو مجرد حديث فقط من وكيل اللاعب مع لجنه التعاقدات بنادي الزمالك. اللاعب بقى الثالث او الرابع اللي هم خلاص حسمت الصفقه فيهم وهم اري بابل وحمزه المسلوسي. رسميا اري بابل وحمزه المسلوسي زي ما احنا كده شايفين صورتهم معانا كده موجوده معانا، هم اللي الصفقه بتاعتهم اتحسمت رسميا، حمزه المسلوسي واري بابل في نادي الزمالك. في بقى صفقه 5 لسه يعني موجوده كده على الساحه شويه. الصفقه الخمسه دي يعني طلب كده مستر كارترون بالتعاقد معاه سريعا جدا، وهو دونجا. دونجا لاعب مصر المقصة، عفوا دونجا لاعب بيراميدز طلب التعاقد معاه. دي كده صفقات نادي الزمالك واخبار نادي الزمالك واخبار النادي الاهلي. في خبر كده يعني مهم جدا وهو تركي آل الشيخ. تركي آل الشيخ عمل ايه؟ تركي آل الشيخ شكله كده هيظهر معانا على الساحة الرياضية مرة تانية، ولكن مش الساحة المصرية، هيظهر معانا على الساحة الافريقية. عن طريق ايه تركي آل الشيخ؟ عن طريق الدوري السوداني. ممكن يعني ايه تقول ان الحوار صعب، ولكن في انباء وفي مصادر كتيره جدا بتقول ان تركي آل الشيخ يقترب من رئاسه الشرفيه لنادي الهلال السوداني. كلها ايام وهنشوف. يعني بالحديث كده عن افريقيا ودوري ابطال افريقيا حصل احداث كتير جدا، وعلشان نقرب منها معانا دلوقتي على الهاتف الاستاذ احمد علي، الاستاذ احمد علي المراسل التلفزيوني. الو. الو، صباح الخير يا استاذ احمد. اهلا وسهلا بيك. في البدايه كده معاك احداث كتير في دوري ابطال افريقيا، وتحديدا اعلن الاتحاد الافريقي عن انتهاء موعد استقبال الفرق المشاركه يوم 20 اكتوبر. هنا في ازمه كده بيواجهها اللجنه الخماسيه، لان الدوري استحاله هيخلص قبل يوم 20، فيعني ايه اللي هيحصل في الايام المقبله وهنشوف ايه اللي هيحصل؟ والله بص يا محمد، هي في البدايه ان قرار والتصميم على قرار عودة الدوري وتوصيل القيادة السياسية ان الدوري هينفع يستكمل، رغم ان هو في اكثر من 18 مباراة لسه فاضلين في الدوري. يعني ممكن في دوريات على فكرة في افريقيا عدد المباريات بتاعتها 24 مباراة، يعني الدوري بيبقى عدد مبارياته قليل جدا. فانت لما يبقى عندك 18 مباراه انت يعتبر عندك دوري زي ما بنقول كده دوري الا ربع. طب في المقابل كده يعني استمروا وصمموا ان هم يستكملوا بطوله الدوري. ده طبعا ليه تبعات كتير جدا احنا بنشوفها وبنتفاجئ بيها
بنتفاجئ بيها لحظة لحظة بلحظة، يوم بيوم بنلاقي حاجات كتير جدا بتظهر قدامنا على الساحة، منها طبعا القرار اللي او الجواب اللي بعته الكاف للاتحاد المصري لكرة القدم، واللي قال فيه ان 20 اكتوبر هو موعد الفرق المشاركة من مصر او ارسال الفرق اللي هتشترك من مصر في بطولة دوري الابطال تمام. والكونفدرالية. اللي عندنا في اخبار كتير طلعت امبارح من الدوري المغربي وتحديدا من اتحاد الكره المغربي باعلان المؤجلات في الدوري المغربي، والمؤجلات دي في نفس مواعيد دوري ابطال افريقيا، هل ده ليه ده مدلول معين ان دوري ابطال افريقيا هيتاجل؟ هو ليه طبعا مدلول كبير جدا، لان طلع عبده ابراهيم عضو مجلس اداره نادي الرجاء المغربي في تصريحات لي ان الدوري المغربي سيستأنف، وفي الاجنده او في جدول الترتيب للمباريات بالدوري المغربي مباراه الوداد والرجاء هتتلعب يوم 24، في مظبوط. حين ان المباريات المحدده للزمالك امام الرجاء والاهلي امام الوداد اتحددت انها هتبقى يوم 25 مين هو حوالي البطل الأقرب لدوري 25. أبطال أفريقيا للنسخة الحالية؟ يعني من وجهة نظر حضرتك تفتكر مين هو البطل الأقرب؟ سيبني بس اكمل النقطه دي لانها نقطه ماشي مهمه جدا، تمام. ان هيمنه مسيطره الجمعيه الملكيه لكره القدم بالمغرب على بعض القرارات، وبنشوف ان ازاي المعلومه بتسرب او المعلومه او الناس على الاقل في المغرب قلبهم جدا على المصلحه الوطنيه والقوميه، وان الوداد والرجاء يشاركوا بكامل الصفوف طبعا نظرا صباح كورونا لتعرض العديد من اللعيبه لعيبه الوداد لفيروس كورونا، وان اللعيبه مش جاهزين وان الفريق مش جاهز، لكن الجمعيه الملكيه لكره القدم اللي هي بمثابه او تضاهيها اتحاد الكره المصري قلبها جدا على المهمة القومية والوطنية للفرق المغربية في المعترك الإفريقي. كلام مهم جدا واحداث كتير، بس مين هو البطل؟ يعني تفتكر كده مين الاقرب، اهلي ولا زمالك، ولا ممكن نقول ان هو يروح لافريقيا، عفوا للانديه المغرب؟ الو ملهاش مقياس خالص يا استاذ محمد، ملهاش مقياس، ولكن انا ممكن اقول لك المعطيات اللي نادي الزمالك والنادي الاهلي لعبوا عدد مباريات اكثر، عندهم جاهزيه بشكل اكبر واستعداد بشكل اكبر للمباريات، ولكن الفرق المغربيه طبعا بتتميز دايما بالحماس والنديه، وما تقدرش تقول مين هيقدر يوصل، لكن تمام. التمني ان احنا نتمنى طبعا الفريقين المصريين على النهائي ان شاء الله. الاستاذ احمد علي المراسل الرياضي، نشكر حضرتك جدا. في الختام حابب اوجه الشكر والتقدير لكل فريق العمل، الاستاذه هنا طارق رئيسه التحرير والاستاذ انس منصور مصممنا الجميل، وحابب افكركم دايما ان في اخر الاسبوع دايما هتشوف الاخبار من منظور الشباب. ان شاء الله نقابلكم الحلقه الجايه في احداث جديده ومواضيع جديده مهمه جدا، والى اللقاء في الحلقه القادمه.